الله يجزاك خير، الله يجزاك خير، الله يسعدك. لقد سمع الله مقالة قومك لك، وقد بعث معي ملك الجبال، فمره بما شئت. يقول فسلم علي ملك الجبال وقال: يا محمد مرني بما شئت، ها يعلم الطريقة. قال: ولئن شئت لأقبلن عليهم الجبلين. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أرسله رحمة للعالمين. فقال: لا، لعل الله يفتح من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له. خرج من أصلابهم الصحابة. فهذه حقيقة من المشاعر المقدسة، ومن منى، ومن أمام مقر البعثة الكويتية المعنية بشؤون حجاج دولة الكويت هني في الحج. بسولف لكم عن أرقام حجاج دولة الكويت اللي جو السنة هذه بالتفصيل، وبسولف لكم عن دور بعثة الكويت اللي تكون هني في الحج المعنية بكل حاج قادم من الكويت من البداية إلى النهاية. البعثة مشكلة من مجموعة وزارات ومؤسسات الدولة بالكويت المعنيين بإدارة شؤون الحج بالكامل من البداية إلى النهاية. هي اللي تخاطب السلطات السعودية وتستخرج التصاريح، عدد التصاريح السنة هذه أو عدد الحجاج السنة هذه اللي وقفوا على صعيد عرفة 9400 حاج. أغلب الحجاج السنة هذه حجوا لأول مرة بسبب نظام جديد طرحته إدارة شؤون الحج بالكويت، اللي هو نظام التسجيل. في شهر 2 السنة الماضية قدموا أكثر من 40,000 طلب، تم اختيار منهم الأشخاص اللي أول مرة يحجون والأكثر عمرا. من مهام البعثة الكويتية هي ربط الحملات. عندنا بالكويت 53 حملة، الحملات هذه ربطهم مع السلطات السعودية بحيث يتم توزيع الأماكن في المناسك في عرفة في مزدلفة وكذلك في منى، وتم إشراف على الحملات بجودة الخدمات اللي يقدمونها، هل هي فعلا مثل ما وعده وغيره. لذلك تجد من داخل البعثة الكويتية المطافي مثلا يتأكدون على سلامة أماكن إقامة الحجاج خلال المناسك، هل في طفايات، هل في مخارج طوارئ وغيره، هيئة الغذاء والتغذية اللي تشيك على مطابخ المركزية اللي متعاقدة معها الحملات وغيره، تأكد من جودة وسلامة الأكل. كذلك وزارة الصحة هنا دورهم كبير، في عيادات موجودة داخل البعثة الكويتية فقط لعلاج الكويتيين، موجودة في البعثة مقر البعثة الرسمي، وموجود في عرفة وكذلك الآن في منى داخل في أطباء وممرضين وسيارتين إسعاف فقط لخدمة الحجاج الكويتيين. ذلك من مسؤولية البعثة الكويتية هي التنسيق ما بين الحملات بينها وبين بعض، بحيث أن تتم المناسك بدون ازدحام شديد، يعني توقيت مثلا خروجهم، توقيت دخولهم، طلب من السلطات السعودية السماح لهم في وقت معين، تفويت وقت معين، بحيث أن الحجاج الكويتيين ما يصطدمون في غيرهم من الحجاج. وهذا فعلا أنا لمسته بنفسي، يعني إحنا من جينا هني حجينا المناسك كلها تقريبا ما نشوف إلا الحملات الكويتية حوالينا. ليش؟ لأن يكون في تفويج وتوقيت معين للحملات الكويتية، فطلب من البعثة الكويتية تطلب من السلطات السعودية تخصيص هذه الأماكن أو هذه البوابات أو هذه المحطات بالقطار سواء أو غيره، أو حتى بعض الأماكن في الحج تكون مخصصة للحملات الكويتية. عدد الحملات الكويتية مثل ما قلت لكم 53 حملة، عدد الحجاج الكويتيين 9400 حاج، عدد الحافلات اللي او الباصات اللي تنقل الحجاج الكويتيين 211 حافله. كذلك دور كبير تقوم فيه البعثه الكويتيه لمسانده الحملات باداء خدماتها. لو لا سمح الله، يعني على سبيل المثال مثلا نسولف عن حالتين وصلوا الى المطار وفقدوا ثبوتياتهم. هني يجي دور البعثه لان داخلها القنصليه الكويتيه، فمباشره يتم استخراج الثبوتيات لها. بعض الحالات مثلا صار الاسم مثلا غير محدد الجنسيه، صار عنده مشكله بالفيزا واستخراج السبيلنج مثلا، فكان هني دور الطيران المدني بتعديل الاسم او تعديل الاسم بالفيزا مع القنصليه ومع خطوط الطيران. عدد الطيارات اللي انقلت الكويتيين من الكويت الى هني 48 طياره، وهو نفسهم طبعا الطيارات اللي راح ترد من خلال خمس شركات طيران. الحصه
الكبيرة كانت للطيران السعودي والطيران الكويتي. وللأسف الشديد السنة هذه حصلت حالة وفاة من ضمن الحجاج القادمين من الكويت، حالة وفاة لشخص في سكتة قلبية في مزدلفة، وكان في دور كبير الله يجزاهم خير من الحملة ومن البعثة الكويتية اللي سهلت أمر الجنازة اللي راح يتم نقلها إن شاء الله باكر الصبح يوم الجمعة إلى الكويت بإذن الله. بزور الشباب الحين داخل البعثة الكويتية وتشوفون بالضبط الدور الكبير اللي قاعد يقومون فيه الشباب. ترى على فكرة البعثة هي من مختلف مؤسسات الدولة، تلقى الوزارات داخل، تلقى المطافي مثل ما قلت لكم، هيئة الغذاء، تلقون حتى الصحة وممرضينهم وأطبائهم، تلقون حتى تلفزيون الكويت موجود، يعني فريق من تلفزيون الكويت اللي غطي الحدث وينقل الصورة. دكتور أحمد عسى ربي يقويك ويجزاك خير، والله بيض الله وجيهكم على الدور الكبير اللي قاعد تقومون فيه هني. أبي نبذة بسيطة عن دور وزارة الصحة والمكان اللي احنا فيه، هذا أشبه قلت لي بالمستشفى مصغر ما شاء الله. احنا هني مستشفى مصغر، يعني فيه كل الخدمات اللي يحتاجها المريض خاصة في حالات الطوارئ. عندنا هني عيادة رجال، عيادة نساء، عندنا صيدلية متكاملة من جميع الأجهزة، وفي حالات ما شاء الله قاعد أشوف تدخل تقريبا، يعني نقدر نقول رقم تقريبي لليوم مثلا اليوم 85 إلى 90 حالة طوارئ. هذه اليوم الحالات العامة اللي قاعد يكون عليها الطوارئ باليوم الواحد. هذا اليوم في عندنا عيادة للنساء منفصلة، وعيادة في دكاترة وفي ممرضين وفي طوارئ طبية وفي صيادلة ما شاء الله. زين، أكيد في حالات شوي تتفاقم وتتعب أكثر. صحيح. شو الوضع؟ شو الحالة؟ نفس ما شفت نستقبلهم على طول دكتور الحمل المختص يحولهم علينا فورا مباشرهم، والحمد لله تم علاج حالات طوارئ بنفس اليوم طلعت الحمد لله. يعني قصدي انه هني في ملاحظه مثلا؟ في ملاحظه عندنا في سلامك الله خير، راح اخذ وياك جوله تشوف الاسئله. تم يلا وياك خلي الناس تشوف. هني صيدليه. حلو، صيدليه السلام عليكم. قواكم الله وبيض الله وجيكم ولكم اجر كل من تقدمون له خدمه، الله ياجركم جميعا، جزاكم الله خير. اشبه بالصيدليه يعني من حقن حبوب كورتيزونات اي ادويه. زين، بعض المرضى مثلا يحتاجون كمامات مغذي غيره موجود؟ اغلب يسرون علاج مثلا الضغط السكر كله موجود ما شاء الله. وهناك عياده الرجال، ترى المكان في مخيم منه، يعني انت فعلا معنى الكلمه شلون محولين. قواك الله دكتور. في حاله داخل، بس شلون محولين مخيم الى مستشفى قواهم الله، عسى ربي يقويهم فعلا. والله دكتور مثل ما قلت مستشفى مصغر. سلامات يا الحبيب، سلامات، ما تشوف شر، الله يقويك. الحمد لله ان احنا يعني ما شاء الله، عسى ربي يقويكم وياجركم ويجزاكم خير، ما قصرتوا والله ونعم بالجميع، جزاهم الله خير، الله يقويكم جميعا ان شاء الله. دكتور الى اليوم هذه من بدايه المناسك 870 حاله، ربي ياجركم ويقويكم جميع المقرات، ربي ياجركم ميزان اعمالكم دكتور. آمين آمين، الله يجزاك خير. هذه الأوضاع في مخيم منى اليوم، سوينا الجمعة الله يجزاهم خير مسابقات، وهذه مجموعة هني في المسابقات هناك. طبعا جوائز هني قاعد يوزعون، نشوف. مجموعة هناك، لو سمحت اللجنة نبي تصريح منكم، منو اللي فاز؟ الحمد لله، ها فايزين يا الربع، ألف مبروك ألف مبروك، الله يجزاهم خير، الله يجزاكم خير، بيض الله وجيكم فريقي، بيضتوها الله نعم الحين نبي صورة جماعية، بيض الله وجيكم جميعا، بيض الله وجهك عمدة مشكور، الله يجزاكم خير، جزاكم الله خير. انت الزعيم اصلا، من قعدتك مبين زعيم. هذا هني الزعيم، والله ونعم فيكم جميعا، ابرك السعاده، والله يتقبل منكم جميعا، يا هلا ومرحبا، الله يتقبل منكم جميعا وابرك السعاده يا احباب، يا هلا. بمنى هذه احلى ما فيها المسائر ما بين الحملات وبين الشباب، عسى ربي يقويك يا الحبيب، يا مرحب يا مرحب، الله يقويكم جميعا ويقويكم وبيض وجيهكم، يا هلا يا هلا يا هلا. ولا ايش رايك ابو عبد الله؟ انعم واكرم والله بالشباب، والله مليون نعم، وتشرفنا فيك يا حبيبي، الله يسعدك، الله يسعدك، الله عز وجل لنا ولكم ان شاء الله، اللهم امين، اللهم امين، الحج ان شاء الله مبرور، اللهم امين، سعينا مشكور، اللهم امين، ذنبنا مغفورا، اللهم الحمد لله على كل حال، وانتم يعني غطيتم جانب توفيق توفيق والله من رب العالمين، لازم نذكره قدام الله يجزاك خير، وعسى الله يكتب لكم الاجر، امين امين، يكتب لنا احنا وياكم الثواب، الله يسعدك، امين يا رب، الله يبارك لك، الله يبارك. هذه مخيمات منى، اللي بيشوف مخيمات منى
الأغلب قاعد طالع، لأن الوجود هني والبقاء في منى أغلب حملات تقعد، في بعض الحملات تقعد من آخر العصر المغرب لغاية واحدة ثنتين، وفي حملات من واحدة أو من عشر إلى صلاة الفجر بعد شوي. هذه ممرات، وكل هذه حملات. يعني هني هذا النساء مالت العفاسي، هناك الجلاسي، حملة البراك، حملة الكندري، هناك هني حملة العساكر. الحملات الكويتية كلها جنب بعض وفي محيط واحد وفي منطقة مغلقة جدي، فطبيعي جدا يعني دام انك في منى بتشوف كل الحملات الكويتية في نفس المكان. هذا وضع الحجاج بالحملة، حملة العفاسي، الحين بانتظار صلاة الفجر. صلي الفجر بإذن الله. يا مرحب يا مرحب، ونتوكل على الله بإذن الله. الله يسعدك مخصوص. يا هلا أبو محمد. خلصنا من منى الحين، خلاص آخر مرة تقريبا نطلع من منى، والأغلب متجه إلى الفندق. وبيض الله وجهك يا أبو هزاع، بيض الله وجهك، عز الله ما قصرت بالحملة، ويا عظم أجرك. اي والله تركت للناس فرصه كلهم، الله يجزاك امين، الله يبيض وجهك ويجزاك خير ويسهل امورك مثل ما سهلت امور الناس. الله يرحم والديك يا حبيبنا، جزاك الله خير. يلا عاد الحين الجمره بكره ان شاء الله الظهر باذن الله. يا مرحب يا مرحب، متوكلين على الله. وبيدخلونا الباصات هنا قريب، ها هناك. الله الله، يا حلو ايام الحج، يوم يمكن اخر يوم لنا باذن الله، وباكر باذن الله إذا رب كتبنا عمر راد الكويت. فيا حلو اللحظات الجميلة اللي عشناها الأسبوع الماضي. والله العظيم وصلت مرحلة بالمناسك إني أقول يا ليت الدقائق توقف وما تمشي، متعة متعة ما بعدها متعة. اللي ما راح الحج ما أدري شلون أوصف له، فعلا فعلا شلون إذا أوصل لك إياها، شلون إذا حضرت محاضرة دينية حلوة وجميلة وأثرت فيك، شنو هذاك الشعور؟ تخيل هذاك الشعور يستمر معاك أسبوع كامل. أو مثلا شعورك وانت طالع من صلاة في مثلا قيام ليلة 27 مثلا، شو مشاعرك ذيك اللحظة؟ تخيل مشاعرك هذه مدة أسبوع كامل. الحج صراحة رحلة إيمانية جميلة جدا، والله العظيم إن حتى تعبها لذيذ، خصوصا بعد ما يروح التعب. نعم في لحظة تتعب، لكن لما تلفت حولك وتشوف ألاف الناس كلهم اللي محرق واللي تعبان واللي هلكان، كلهم جايين ليش؟ جايين يذللون نفسهم ويتعبون نفسهم رضا وجه الله سبحانه وتعالى، وتلبية لنداءه. كلهم يقولون لبيك اللهم لبيك. متخيلين ان يقولون لبيك حق بنو؟ يقولون لله لبيك اللهم لبيك. تشوف الحجاج التعابة حولك، تشوف يعني في عرفة صراحة شمس حر ظهر، احنا في نعمة داخل خيمة، ولو ان حتى داخل خيمة صراحة يعني مهما كان الحملة مجهزين، إلا أنه يعني جلسة بسيطة ومتواضعة ومنزل دحلك على سفنج وانت معزز ومكرم في بيتك، تجي ليش؟ تجي افتقار لله سبحانه وتعالى. تبين فعلا ترى حتى لما تشوف طريقة لبس الإحرام، انك قاط على ما تلبس شيء على راسك، ليش؟ تبيان للافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، وانك فعلا جاي تذلل نفسك تلبية لنداء الله سبحانه وتعالى. مو بس انت، الغني والفقير نفس الملابس، الغني والفقير كلهم تعابة، كلهم سهرانين قبلها بيوم بالتروية ورايحين عرفة، كلهم لابسين نفس الملابس، كلهم معرقين انتظار، هذا كله افتقار لله سبحانه وتعالى. ما في احد يجي الحج او اللي ما جاء الحج، ها لا تفكر انك بتجي سفرة في اي بي ابدا، ولا اي حملة. انا اقول لك الحين ولا اي حملة، لان بصراحة المناسك الدخلة والطلعة مو بايد الحملة او صاحب الحملة او اللي يدفع اكثر، لا، وهذه هذا الحج كلنا مسعى واحد، طواف واحد، كلنا واقفين بصعيد عرفة، كلنا يعني نفس المدخل ونفس المخرج. حتى انا شخصيا زرت كثير من الحملات، ما امدح بحمله العفاسي، فيها يعني فيها سلبيات وايجابيات. شفت اليوم هذا طرفه صراحه، شفت اليوم ناس يشتكوا من حمله العفاسي، وشفت ناس اليوم يشتكوا من حمله يمكن ب 4000 دينار. حمله العفاسي ترى ب 1650 دينار، تعتبر ارخص حمله بالكويت. فما حد راضي، يعني هذاك مو راضي وهذا مو راضي. اللي جاي الحج يعتقد انه جاي رفاهيه،
ما اعتقد ان هذا موجود، لان انت جاي تذلل نفسك لله سبحانه وتعالى. بعدين يكفي يا اخي بالحج كله، يكفي شيء واحد بالتذلل الى الله. شوف شوف حديث الرسول عليه الصلاه والسلام يقول ان الله يباهي باهل عرفات اهل السماء. هذه تخيل الحديث هذا تسمعه وانت في عرفه، عشان تفهم بس معنى الحج ومعنى التعب اللي بالحج. ان الله سبحانه وتعالى يباهي باهل عرفه اهل السماء ملائكه، فيقول لهم انظروا الى عبادي جاءوني شعثا غبرا. تخيل الوصف، ان الله يتباهى بغبرتك بشعثتك، شعث اللي شعره طاير واللي مغبر واللي معرق واللي تعبان، الله يباهي جيتك له وطاعتك له وتعبك له، يباهي فيك بالملائكه. ذيك اللحظه تكتشف ان التعب والعرق وشده الرجل وتعبك شرف عظيم، ان الله سبحانه وتعالى الله من فوق سماواته يتباهى بعرقك وتعبك وشعثتك وغبرتك. هذا الحج نعمه من رب العالمين، حتى التعب نعمه. بعدين الحج والله العظيم مدرسه عظيمه بالصبر. انت متخيل انك الواحد اصلا لو يسافر مع جروب 4-5 ممكن واحد بطرف الجروب يضايقه، وهذا يقول يمين وهذا يقول يسار، فما بالك مكان فيه ملايين، فما بالك حمله فيها مئات، فما بالك شارع فيه العشرات والمئات. اكيد بتصير مواقف، اكيد بتصير بلاوي، خصوصا انت في مكان حدث عالمي في الحج. السعوديه الله يجزاهم خير، قوات الامن، الحكومه السعوديه والله العظيم بيض الله وجههم، اصلا كلمه بيض الله وجههم قليل جدا بحقهم. مع ذلك تصير كثير من المشاكل. المشاكل هذه لا تطلعك من طورك. لا تستفز بالحج ابدا. منو القوي؟ منو الرجال؟ منو الشجاع؟ اللي يكظم غيظه، اللي وقت الشده يمسك نفسه وما تطلع منه يعني كلمه غلط ممكن تجرح حجته، فعل غلط. وهذه صراحه هذا محك قوي، والكل في الحج معرض، مهما قضبت نفسك معرض لموقف، واحد يدوس على رجلك، واحد يقطع عليك كلمه غلط، واحد يدزك كذي، ناس عشرات الناس تمشي، لازم يصير في شيء يستفزك. هذا حج، ومكان فيه ملايين، ما يصير فيك مواقف. حتى انه مثلا خلينا نقول لكم امس في كم واحد كذي يعني خلنا يعني خلاص الحين الحج تقريبا، فخلنا نقول لكم بعض المواقف اللي صارت. يعني امس حملتنا تعرضت لموقف، حملتنا يعني احنا ما شاء الله عددنا واجد، فالجروب اللي انا فيه مشينا ورحنا ركبنا القطار ومشينا، في جروب ورانا قاعد يمشون رايحين الحج، فراحوا الى القطار. هذا حج وقانون يمشي عليك وعلى الجميع. القطار قالوا في بريك مال السيرفس الحين، يلا ارجعوا. احنا طبعا دفعه احنا مشينا وصلنا الى منى، الدفعه الثانيه وينهم ما جو، فهم راحوا القطار قال ستوب، الحين في بريك مده ساعتين ما في اي قطار يمشي، سيرفس انتظروا لي ساعتين او روحوا منى مشي. طبعا الجمرات الى منى بالضبط حوالي كيلوين تقريبا. ف الجماعه مشوا والله يجزاهم خير، لين احنا فقدناهم حتى وصلنا الى منى، وين ربعنا وين في مجموعه كبيره ما جو. اخذنا والله نص ساعه تقريبا ولا 25 دقيقه لهم داشين علينا. في اللي مبسوط يفطر فرحان مستانس، الله ياجرهم كلهم. يعني الاجر على قدر المشقه، والمشقه مو انت تطلبها، يعني مو انت تتعب نفسك غصب، لا، اذا جاك تعب قول يا مرحبا بالاجر. عموما مو هذا موضوعنا انه في كم واحد داش مفور، اول ما شاف له واحد من الاداريين ويطير فيه، انتم مشيتونا وما ادري شلون. المهم جاني انا قاعد انا بوسط الحمله، طالع ولا هذا جاني قال انت والله ما اتذكر حتى ايش قال، الله يعني يا اجره، انت تصور حمله الحفاسي وتقول انهم زينين، هم مشونا، هم ما ادري شلون. انا صراحه ما فكرت بنفسي ولا فكرت باي شيء، بس كسر خاطري هو لا تنجرح حجته. قلت يا حبيبي حج، والله العظيم حج، ان نعمه حتى التعب نعمه. قال تعبنا مشينا ما ادري كم كيلو مشينا. سبحان الله بعدها بلحظات بدقائق قعدنا وياه نسولف ونضحك وطاح الحطب. لكن البطل هو اللي يقدر يعني يطفي النار، او خلينا نقول يكظم غيظه، يهدي نفسه وقت الولع. هو نفسه راح التعب ثاني يوم، وبالعكس اليوم انا اسولف انا واضحك وابتسم، خلاص الامور. التعب منسي، انت داش مود، يعني باختصار بعطيكم اياها، انت داش مود
مدة أسبوع، والمود هذا متعب. أسبوع أقبل بالتعب ورحب بالتعب لما تفهم بس معنى أن الله سبحانه وتعالى يباهي بالأشعث الأغبر. يعني الله يباهي بتعبك، بغبرتك، بجهدك هذا، الله يباهي فيه. فذاك الوقت تعرف أن فعلا الأجر على قدر المشقة، والمشقة مو معناته أنا أقول لك، أنا مو معناته أنا أقول لكم تعب نفسك، لا، بس إذا صار فيك يعني ظرف أو شيء استشعر أن هذا من الله سبحانه وتعالى. حتى الشوكة يشاكها لها خير. جني والله كثرت عليكم السؤال، أعطيكم باختصار، الحج رحلة إيمانية جميلة جدا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق كل واحد بخاطر الحج، أن يرزق إن شاء الله حجة ويتقبلها منه. أنه فعلا يعني أنا شخصيا أقدر أقول لكم هذا أجمل أسبوع في حياتي كلها. نعم تعب، نعم انتظار، نعم روحة، نعم ردة، لكن يا مرحبا ومسهلة بتعب وبعرق وبغبرة يتباهى فيها الله سبحانه وتعالى. هذا الحج وهذا شرف الحج. أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل مني ومن كل الحجاج ومن كل من نوى يحج واستصعب عليه الحج أو ما قدر يحج، الله إن شاء الله يرزقه.